أسبوع المواطنة الذي ذيع صيته منذ أسابيع مضت رأى النور أخيرا، وذلك في موكب ضم العشرات من شباب جمعية أفريكان كامبس الذين استهدفوا بتوعيتهم ثلاث دوائر من دوائر العاصمة. قلنا هاجو في شيء كثير دروتين، أول قلنا أنه نبر بالنظام أنا نظافة نظافة كيف نسو ساليبريتي كيف نبشو قدامنا، ودزم لي لي خمامات اللي تشاديين قانو سو دايما دانا خير روسيا ما قلنا خير المنتاليتي قلنا خير الكومبورتمان في لنا تشادي القاي سي دايما دا نورنا خير بكيف يعني تو تبزخ في الدور دور تبريلي في روش كان في سيركيلاسيون في المرور ولا كان انت نادم اتيديان ولا كان الميم تزرق وترنا حكومه ودرافو كيف تريسبكتي كان اسمه شنو غير فو لسه فيس بدا كان فوتشواسا في كامبانيا حسانيه مرنا كو كارافان. حب الوطن والحفاظ على امنه، دعم الوطنيه والحفاظ على البيئه من ضمن الركائز التي يستند عليها هذا الأسبوع الذي سيستمر حتى 19 من الشهر الجاري بمبادرة من مؤسس جمعية أفريكان كامبس ودعم سخي من راعي النهضة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.